صباح الخير لكل السادة المشاهدين مع أهم وآخر توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لحالة الطقس المتوقع اليوم وحتى نهاية هذا الأسبوع. يمكن بس في البداية بحب أوضح معلومة بسيطة، إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوم الخميس الماضي أصدرت بيان احترازي كانت بتقول فيه إن البلاد سوف تتعرض لحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، خاصة على محافظات الصعيد وسيناء قد تصل لحد السيول فيها. ولكن الحمد لله خلال البيان اللي احنا اصدرناه كنا اشرنا وقلنا ان احنا هنؤكد هذا الكلام من عدمه باصدار بيان اخر يوم الاحد النهاردة بعد الاطلاع على اخر خرائط توزيعات ضغطية وصور اقمار صناعية. في الحقيقة كلها بتشير الى تحسن ملموس في الاحوال الجوية على مدار هذا الاسبوع. هنا انا بحب اطمئن كل اخواننا الموجودين في راس غارب، الغردقة، محافظات الصعيد، سيناء، سلاسل جبال البحر الاحمر، مفيش اي ظواهر جوية حرجة، مفيش امطار، مفيش سيول. على النقيض الجو الحمد لله خريفي معتدل الحرارة خلال ساعات النهار، بيبقى ما بين المائل للبرودة والبارد خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح لكل يوم. والشبورة المائية ما زالت هي الظاهرة الجوية المؤثرة على حركة النقل والمرور في الصباح الباكر. يمكن بس اعتبارا من الغد هناك احتمالات لسقوط أمطار خفيفة جدا على سواحلنا الشمالية، لكن دون أي تأثير على الأنشطة اليومية لكافة قطاعات الدولة أو لكل السادة المواطنين. انخفاض في درجات الحرارة اعتبارا من يوم الأربعاء القادم على معظم أنحاء الجمهورية من 4 إلى 5 درجات مئوية. طبعا النصيحة اللي بقدمها ارتداء الملابس الثقيلة ليلا والقيادة بهدوء على الطرق في الصباح الباكر نظرا لظهور الشبورة المائية. يبدو ان يعني الناس اللي قالت ان في تحذير من الارصاد علشان الجو، ولكن هيئه الارصاد ده هو وحيد سعودي بياكد لنا من هيئه الارصاد الجويه عن ان في حاله من الاستقرار في الجو اليومين الجايين. والحقيقه هم كانوا اصدروا بيان احترازي يوم الخميس اللي فات، ولكن النهارده هو وفقا لخرائط الارصاد والطقس اللي قالها لنا الاستاذ وحيد بتؤكد ان الكلام ده مش مظبوط وان هيبقى في تحسن خلال الفتره الجايه في احوال الجو.